مرحبا، اهلا وسهلا، تفضلا ادخلا. كيف حالك يا يوسف؟ انا على احسن ما يرام، الحمد لله. اقدم لك زميلي وصديقي عصام. انا سعيد بمعرفتك. وانا ايضا سعيد بمعرفتك. اجلسا من فضلكما، البيت بيتكما. صديقك رجل طيب، أنت على حق، وعنده بيت جميل. نعم، ذوقه سليم. تفضل كأس شاي. ما أخبارك يا يوسف؟ أعمل في جامعة الزيتونة. هيا بنا إلى غرفة الآلات. رائع، هذه مجموعة مهمة. عندي صديق موسيقي في فاس، وأحيانا يرسل لي آلة أو شريطا. والآن هيا بنا إلى قاعة الجلوس، عندي هناك موسيقى أندلسية ممتازة. يا أمين، هل نذهب إلى الفندق؟ أريد أن أنام. طيب، هيا بنا. شكرا جزيلا يا يوسف. نعم، شكرا جزيلا. العفو، مرحبا بكما دائما، هذا عنوان صديقي في فاس. إلى اللقاء. مع السلامة. مساء الخير يا نور. مساء النور، كيف الحال؟ على أحسن حال. أين ريم وطارق؟ هما نائمان. طبعا، غدا سأرسل لك طردا. طردا؟ نعم، طردا فيه صور. طارق سعيد بصور مصر، أين أنتما الآن؟ نحن في تونس، أنا وأمين في مطعم، الآن سنذهب إلى الفندق. طيب، إلى اللقاء يا نور. ليلة سعيدة. كيف حالك يا يوسف؟ كيف حالك يا يوسف؟ أنا على أحسن ما يرام، الحمد لله. أنا على أحسن ما يرام، الحمد لله. أقدم لك زميلي وصديقي عصام. أقدم لك زميلي وصديقي عصام. أنا سعيد بمعرفتك. أنا سعيد بمعرفتك. صديقك رجل طيب. صديقك رجل طيب، وعنده بيت جميل. وعنده بيت جميل. ما أخبارك يا يوسف؟ ما أخبارك يا يوسف؟ هيا بنا إلى غرفة الآلات. هيا بنا إلى غرفة الآلات. عندي صديق موسيقي في فاس. عندي صديق موسيقي في فاس. عندي هناك موسيقى أندلسية ممتازة. عندي هناك موسيقى أندلسية ممتازة. يا أمين، هل نذهب إلى الفندق؟ أريد أن أنام. يا أمين، هل نذهب إلى الفندق؟ أريد أن أنام. شكرا جزيلا يا يوسف. شكرا جزيلا يا يوسف.
هذا عنوان صديقي في فاس. هذا عنوان صديقي في فاس. مساء الخير يا نور. مساء الخير يا نور. مساء النور، كيف الحال؟ مساء النور، كيف الحال؟ غدا سأرسل لك طردا. غدا سأرسل لك طردا. أنا وأمين في مطعم، الآن سنذهب إلى الفندق. أنا وأمين في مطعم، الآن سنذهب إلى الفندق.